بقول لك يا فتحي، مش كنا دخلنا جوه ونداري جمالنا شويه؟ لا مين قال؟ ده انا عايز جمالنا الناس كلها تشوف. وبعدين انا اساسا بحب قعده الطل، ونفسي اللمه الحلوه بتاعتنا دي توصل لطارق باشا. طارق ومش غرف ده يا مشي؟ اه ورجع تاني، والمره دي ايه؟ مستحلف لنا عن اي مره تانية. يا نهار مش فايت. لا فتحي، احنا كده بجد لازم نداري جمالنا، نأجل كل حاجه شويه كمان يا اخي. مفيش حاجه هتتأجل، كل حاجه هتتم في ميعادها بالظبط. طب هنشتغل ازاي في القلق ده فتحي؟ ده أحلى شغل يتعمل في القلق ده، عشان الكل بيبقى مركز ومفنجل عينيه. أنا محضر نقلة أمريكاني لو اتنفذت صح، لا طارق ولا الجن الأزرق هيعرف ياخد معانا حق ولا باطل. واضح إنهم بيرتبوا الحاجة. والله يا فندم واضح إن الناس دي قلبها ميت خالص، يعني عارفين إن إحنا بنراقبهم وعنينا عليهم وبيعملوا اجتماعات. لا وإيه؟ وبيحضروا العملية جديدة كمان. هو صحيح فتحي مش سهل، بس عنده عيب خطير، ثقته في نفسه زيادة عن اللزوم، فهيحاول يضللنا واحنا لازم نستغل الفرصة دي وما نفوتهاش. واعتقد يا فندم ان دي هتكون فرصة كويسة ان انا اروح بيت اكرم من غير ما يحس. تمام، يلا يا سارة شدي حيلك، وما تنسيش لازم تبقي على اتصال مع المراقبة السرية اللي هناك عشان يبلغوكي اول ما اكرم يقرب من بيته. حاضر يا فندم. بعد اذنك طارق بيه، تسمح لي اروح معاها بس امنها واغطيها؟ ماشي يا شريف. بقول لكم، هي حد معاها رقم تليفون الصحفيه اللي اسمها ما؟ انا معايا نمرتها. طب هاتي الرقم. يا ابني الايه يا فتحي، ايه ده ترتيب ما يخرش الميه؟ امال يا تربو وانا بلعب؟ ده نتاح. احنا بعد ما نخلص العمليه دي نعملها فيلم. والله العظيم. طب احنا هنعين امتى يا فتحي؟ أول بس مصراجي يكلمني ويأكد عليا وقفش منه العربون هننفذ على طول. نعملها فيلم. ها؟ نعملها فيلم.